بس دلوقتي الدنيا اتغيرت. الدفاع عن الأوطان ما بقاش حكر على الجندي، ممكن يدافع عن الوطن عالم، ممكن يدافع عن الوطن باحث، ممكن يدافع عن الوطن فنان مفكر. محطة عقل. لو الفقه الإسلامي العظيم لسه النهاردة جاي يتكلم بعد 1435 سنة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، نربي لحيتنا ولا لا؟ يبقى احنا فهمنا الدين غلط. حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير ومنها. لكن معنى اسمى الاقتداء بالحب، الذي يحب شخص يحب احد يقلده في كل شيء. لكن هنتناقش معاهم ونشوف هم دماغهم فيها ايه، علشان قريب قوي هيبقوا هم اللي قاعدين هنا واحنا مش موجودين. مجموعه الاحاديث ديت كلها بتفيد الوعيد الشديد على موضوع التصوير. يا ترى يبقى كده الإسلام قافل الباب على موضوع التصوير بكل أنواعه وخلاص نلغي موضوع التصوير، حتى الحلقة اللي بنصورها دي تبقى حرام؟ محطة عقل مع الدكتور ياسر أمين يأتيكم بإذن الله يوم الأحد عند الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.